شوت لا يترك الكرة من هناك محاولة باليسرى كنا ننتظر ولكن زغدان يفاجئ الجميع. الميلودية راح تلعب بعد تسجيل هذا الهدف راح تكون يعني تلعب براحة أكثر راح تحاول باش تسير هذا الهدف مرور ولكن تغطية من الدفاع مراوغة ممتازة المرور التوزيع على عبد الراسية بن عبد خصم متفوق تعود ثانية وثلاثية من هناك خطير عواج مع عطية عواج تمكن يحاول يقدم كرة ارتفاع الحارس في المرمى الثاني ومنقذ هناك خطورة هناك خطأ يحاول مرور ينتظر المساعدة مرفوضة من زغدان الجهة اليسرى ترجع الأرضية تقوم بالعمليات هناك خطأ اللاعب عبيد لكن اللاعب كريم رضا لمس قميص العبيد وفي هذه الحالة هذه نظن ضربة جزاء وبطاقة صفراء سنشاهد هي العرضية الثالثة العرضية من زغدان شوف لا ولا لمس قميص صافي رد تنفيذ الركلة عبيد رغم الارتباط على الدين ولكنه ليس باستطاعته ان يفعل اي شيء على جهه اليسرى عطري اللاعب الشاب السريع عطري يحاول المرور ممتاز المرور توزيع تسديده قويه جدا من حارس الجيل لكن ما بعد هذه الكره الساخنه ثقافه الروح المدينه كره من هناك لمصلحه المولوديه يحاول قروي يوسع كره دوادي على الجهة اليمنى محاولة ترجع الكرة البعد عن عابد الكرة الثانية تعود المحاولة موجودة الراسية جانبية الخروف ومولودية الجزائر هايلة من عنتري يحاول التسديدة بقوة والحارس شاوشي يكون الحكم قريبا من اللقطات معناه قرار سليم بنسبة 90% من عمر الكرة متأخرة من العمليات عبيد سقطت الكرة من جديد سافر الحكم تقول هناك ركلة جزاء أخرى لمصلحة مولودية الجزائر هاي الاستريت لمسة يد من عبد العاطر صح ضربة رأسية من اللاعب عبيد ولمسة يد مواجهة الدوادي على الديد رجاء يضيع الدفاع الحارس باري وممتاز ستة دفاعي مشكل من 65 لاعبين ولو ان الوليد الجراوي يحضر في نفسه كذلك ملعوبة في الشباك ثابتة أخرى اليوم هي الفاصلة والحاسمة توصل إلى شباك الاتحاد بس إلا على كرة ثابتة خاصة كرة ركزة قوية ثابتة ممتازة وملعوبة كما ينبغي من اللاعب حشود زاوية صعبة مستحيلة يتفرج الحارس أهداف نقدر نعتبر الحصيلة انطلق عواج انطلق عواج خطورة انطلق عواج المتابعة من مقدار تضيع الكرة لا مستنى نهاية المباراة بثلاثة مقابل لا شيء للمولودية أمام اتحاد تبسة